مرحبا أصحابي، اختبارنا اليوم سهل كتير، بس مهم إذا بدكم تعرفوا ليه تابعوني. اليوم كانوا سناني عم يجعوني كتير، وقال لي الحكيم إنه عم بشرب مشروبات قاسية كتير مثل الصودا. باختبارنا اليوم رح نشوف شو عم يعمل مشروب الصودا بقشرة سناننا. لنادي نعملوا هالاختبار رح نكون بحاجة بيضتين، كباية فيها مي، كباية فيها صودا، ومحرمة حتى نقدر ننشف البيضة من بعد ما نطلعها. اوكي، أول شي بدنا نعمله بدنا نجيب كل بيضة ونحطها بقلب كل كباية مثل ما شايفين. من بعد ما نعمل هيك بدنا ننطر 24 ساعة. أنا محضر هالاختبار من امبارح، شو رأيكم صار؟ هات لنشوف. إذا بتنتبهوا منيح رح نشوف إنه البيضة بالكباية اللي فيها مي ما صار لها شي، بس البيضة بالكباية فيها صودا بلشت تتكسر وتتشقف. انتبهوا معي يا أصحابي، نشفوها كتير منيح حتى نقدر نشوف شو صار. لاحظتوا كل التشققات وكيف تغير لونها للبيضة؟ إذا كنتوا تتابعوني رح تعرفوا إن أنا كتير حكيت عن أضرار الصودا، واليوم بدي شدد على هالموضوع. نحن بنعرف إنه بالصودا أو بحيالله مشروب غازي عنا كتير من أنواع الأسيد مثل أسيد الفوسفور أو أسيد الستريك، بس حطينا البيضة صار عنا كل هالتشققات، وهيك بيصير يا أصحابي بقشرة سناننا. بس نشرب مشروب غازي بتبلش تتشقق. أوكي، أنا كتير انبسطت معكم بهالاختبار وإن شاء الله تكونوا استفدتوا، وبلاقيكم حلقة جديدة من أوبس.